يلا استريح. ماشي كيف حالك؟ طيب سلام سلام. هلا هلا حياك الله. تتوزعون الصلاة كل فرض واحد يصلي؟ كل فرض فريق فريق كل يوم فريق كل يوم فريق والفريق هو يعين واحد يقسم يقسم المؤذن. هنا الجو حار مو شغال. وش تجي تسوي ساعة؟ ليش؟ ايه تفضل. طيب بس بسم الله. ايوه لف كذا اعطيني مساحه. عشت سلمت سلمت. الله يبارك فيك. استعمل يا شيخ يا رب. والسامعين احنا عندنا جيلين من 5 إلى 4 ونعيمه تقريبا. امين يا رب. ايه الوقت الوقت ايه بالضبط يا شيخ 5 إلى 4. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. امس وقفنا على ايه 33 طيب يا شباب احنا عندنا اكثر من خيار يعني ممكن نمر يعني تلاوه قصيره لكل واحد وبعد ما ينتهي اعطيه الملاحظات الرئيسيه اللي عنده يعني بلاش اوقف كل واحد في وسط الايه واربكه ها فاحسن كذا افضل. طيب في مستويات مختلفه صح مثلا مستواهم اعلى مثلا برضو اعطيهم ملاحظات يعني لما طيب. لو هم في الغنة وكذا كويسين طيب. اعطيهم ملاحظات ثانيه يستفيدوا كمان. انا هذا رايي. ما فهمت كلامك. يعني مثلا واحد مستوى اعلى شويه في الغنن والمدود كويس ما في اخطاء يعطيه ملاحظات بس عنده ملاحظات ثانيه عنده اخطاء ثانيه هذا اللي حسويه ان شاء الله. احسنت الله يزيدك. الله يبارك وياكم يا رب. والله كذا ما يصير احتاج ورقه وقلم بس ناخذ اليوم بلاستيك. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. من الآية وإذ قلنا للملائكة استعذوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حسبك الله يفتح عليك. عندك وإذ قلنا للملائكة كسرة التاء المربوطة هذه ما هي خالصة جاية وسط بين الفتحة والكسرة للملائكة. الكسرة اشبعها خليها كسرة خالص للملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. أيوة تمام كذا. بعدين وقلنا يا آدم فتحت الميم هذه أنت هي مضمومة وقلنا يا آدم اسكن أيوة تمام
فتلقى آدم من رب، فتحتها برضو هي منظومة، حاول كده. وقلنا يا تلقى آدم، آخر آية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الحركات يعني كسرة التاء والضمة في آدم في الآيتين، والغنة عندك نقص كثير في الغنة، وأحيانا في موضع ما هو موضع زيادة غنة تزود الغنة، فحاول أنت تركز على الغنن تتبعها كذا. هي وزن بلوف الله يسلمك. هي أوزن بلوفك جزاك الله خير إن شاء الله. تفضل. من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يزيدك، الله يزيدك. التلاوة ما شاء الله تبارك الله يعني كاملة تقريبا، يعني الأحكام الرئيسية والتفخيم والترقيق، ملاحظات بسيطة. الملاحظة الأولى عندك الوقف الاضطراري اللي هو نوقف عشان انتهاء النفس، هذا نحتاج له في الآيات الطويلة في المواضع اللي ما فيها وقف، يعني نوقف عشان نستأنف ونرجع نكمل مرة ثانية. لكن عندك قلنا هبطوا منها جميع، هذه آية قصيرة تقدر تكملها في نفس واحد، انت وقفت وقفين اضطراريين ما لهم داعي يعني. وعندك المد يعني ما شاء الله عليك، لأنك عندك مقدرة عالية في التنغيم والنغم، ف إذا جاءت نغمة معينة في مد طول وزيادة، بينما المدود الباقية لا، المدود دائما خليها بنفس المقدار سواء في نغمة ولا ما في، المدود ما تتغير. طيب جزاك الله. الله يفتح عليك. آمين. الله يفتح عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله يفتح عليك. القراءة ممتازة ما شاء الله عليك، لولا بعض المواضع بعض الغنن شوية تنقص، خاصة على قرب انتهاء النفس، فيعني الغنة تكون أنقص من بقية الغنة. صحيح. نفس الكلام، الآيات قصيرة ما تحتاج الوقفة الاضطرارية. أحيانا نسمع بعض القراء الآية القصيرة يوقف فيها مرتين ثلاثة وقف اضطراري، يقول انتهاء النفس. يعني معقول هذا الكلام لولا أنه بالإمكان أنك أنت تأخذ نفس كافي للآية وتكملها الأخيرة أو تكمل لحد موضع الوقف. الله يجزاك. جميلة، الله يفتح عليك. الله يجزاك. تفضل. الشيطان الرجيم وإذا أنجينا من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. عيد ما سمعت من أول آية. وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذا فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. المدود ما شاء الله أغلبها كاملة، يعني لولا أنه في مد أو مدين نقصت يعني، لكن في الغالب المدود أنت منتبه لها يعني ومكملها. الغنن فيها نقص شديد، حاول تتبع مواضع الغنن وتعرفها حتى تكملها في وبعدين خليك حريص يعني في يعني. وإذ فرقنا ما في ألف، يعني الواحد ألف زيادة أحيانا يخلف بعض المواضع يخلف المعنى. الله يفتح عليك. الله يعطيك العافية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم مزبوط عدلتها أنت، خليك زي ما أنت على الكسر. لا أنت قريتها غلط في الأول بعدين عدلتها بعدين رجعت للخطأ مرة ثانية. هي قومي. قومي بالكسرة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. والله الحروف تدخل على بعض الحين قاعد أركز.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حسبك. الآية طويلة شوية و أنا وقفت كثير. وقفت كثير في غير موضع وقف، والمدود راحت والغنن راحت، كويس إن الحروف بقي. طيب ما في مشكلة يعني. يعني آية طويلة زي هذه دائما المشكلة اللي تحصل ما هو الوقف الاضطراري، الوقف توقف أي مكان ما في مشكلة، اللي الخطأ اللي يحصل دائما مكان الابتداء من فين، لما توقف اضطراريا من فين تبتدي. فهنا تقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، ما ينفع تبتدي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم لأنه هذا مقول القول زي ما قلنا أمس. فتحاول تكمل بعدها وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، هنا بعدين تكمل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، هنا موضع الوقف. تمام؟ يعني هو اللخبطة اللي في الآية هي اللي ضيعت لك الغنن والمدود، حاول برضو تركز على، لأنه دائما المدود والغنن هذه إذا ما كانت راكزة عند الإنسان في ذهنه وفي وجدانه وكان كثير المران عليها أي خطأ يضيعها، عرف؟ فحاول تتمرن يعني على مواضع الغنن، وحاول نفس الكلام الجميع يعني ميزان الغنة والمد إنه يكون متوازن للجميع، غنة فيها نغمة ما فيها نغمة، مد كله بنفس الميزان. الله يفتح عليك. الله يعطيك العافية. استعذ بالله من الشيطان لو جاتك لخبطة زي كذا. تفضل يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله يفتح عليك يزيدك من خير يا شيخ. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، زيدك يا رب. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يفتح عليك. ما شاء الله الغنة والمد يعني تقريبا متوازنة يعني وما فيها نقص يعني. لكن عندك الوقف، وقفت في أكثر من موضع على غير موضع وقف يعني لن نصبر على طعام واحد هذا ما في عندك وضربت عليهم الذلة والمسكنة فلازم أرجع وأكمل؟ أيوة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله هي جملتين خفيفتين يعني ما تأخذ نفس كثير وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بعدها ويقتلون النبيين بغير الحق يعني برضو نفس الكلام جملتين خفيفة ما هي نفس الكلام من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وقفت هنا؟ ايه ما شاء الله وقفت كثير اظن وقفت فلهم اجرهم عند ربهم انا كنت متعني اوقف صراحه عشان انا هذه قراءتي الطبيعيه بس قلت اقراها قدامك عشان يعني اشوف الملاحظه بالضبط لانه هو يعني الوقف الابتداء كله متعلق بالارتباط اللفظي او الارتباط المعنوي هنا عندنا ارتباط لفظي اللي هو إن الذين آمنوا عندك جملة اسم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا كل هذا اسم إن وما يتبع اسم إن بعدين فلهم أجرهم هنا جاء الخبر فالواجب إنه ما تفصل الخبر عن اسم إن وإن بس أنا نفسي قصير فهل إذا وقفت أرجع أكمل تستأنف من موضع مناسب يعني تشوف أنت هل المكان الاستئناف هذا موضع مناسب ولا يعني هو الواحد من يحفظ الآيات لازم يحفظ أماكن الأوقوف هذه ويقرأ على أساس ممكن يحفظ في البداية بعدين يتدرب على موضوع الوقف حتى يعتاد عليه ما في مشكلة حتى لو حفظ في البداية يعني ما ركز عليه ممكن يعني يستدرك يعني الله يفتح عليك الله يفتح تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله تبارك. الأحكام يعني غالبها كويسة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ميم ساكنة بعدها فاء، لازم تظهر الميم هذه على الفاء، عيدها كذا مرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كمل الآية هذه. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله يفتح عليك، الله يفتح. تفضل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كويس، الله يفتح عليك. باين انه التدريب على الغنة جديد لسه. نفس مو النفس، حتى الغنة باين انك يعني مركز عليها وباين انك معتني كثير بالإكمالها يعني. هذا كويس يعني، هذا يبدو انه في جهد فردي يعني، انت قاعد تحاول تحسن في تلاوتك. الملاحظة الاولى كانت قال ادع لنا ربك، ضمة اللام هذه انت قريتها في المرة الاولى بالفتحة قال ادع لنا، بعدين جيت المرة الثانية صلحتها ضبطت. الملاحظة الثانية قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، وقفت بعدين عدت مرة ثانية وشفت ان النفس برضو ما يساعد، فرجعت ابتدأت من ولا بكر عوان، وهذا الابتداء ما يستقيم. أرجع وين؟ أرجع من؟ ترجع قال إنه يقول، لأنه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني أقصر نفس ممكن يكملها. حاول مرة كذا. طيب. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. مظبوط كذا؟ مظبوط. أصلي بكم مغرب وجه؟ تصلي. الله يفتح عليك. وياك يا شيخ. أي شيخ بندر. قالوا ادعوا بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي. نعم ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. عيدها كذا. قالوا الآن. عيدها من البداية. إيه هنا قالوا الآن. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب في مواضع الغنن كثير ناقصة يعني حاول تكملها. بعدين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة. وقفت عليها المرة الأولى. أيه. بعدين رجعت عدتها. مظبوط. لما توصلها تقول يبين لنا ما هي. تفتح الياء. ما هي. ما هي إن البقرة تشابه علينا. وبالنسبة للقالوا الآن جئت بالحق. حروف القلقلة مجموعة قطب جد الحروف الخمسة هذه مراتب في القوة والضعف. هنا عندنا القاف مشددة موقوف عليها. هذه في أعلى مراتب الغنة يعني أقوى غنة ممكن تكون في الحرف الموقوف عليه المشدد. فأنت بين القلقلة هذه عشان هي أعلى نوع من أنواع القلقلة يعني. قالوا الآن جئت بالحق. الله يفتح عليك. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله مخرج ما كنتم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضهما كذلك يحيي الله الموتى. فقلنا اضربوه ببعضهما كذلك يحيي فقل نضربوه ببعضها أيوة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. وإن منها لما يهبط. اكسر الباء. نفس الموضوع إشباع الحركات. إشباع الحركات. الكسرة خليها كسرة خالصة والضمة ضمة خالصة والفتحة خالصة. وإن منها لما يهبط من خشية الله. المواضع الغنن أشوفك مستعجل كذا يعني أحيانا واحدة تجي مزبوطة الثانية تروح تزلك. تروح. حاول تكملها والمدود نفسه كلام. الله يفتح عليك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله يفتح عليك. أفتطمعون دائما التاء لما تيجي جنب الطاء حاول تعتني بترقيق التاء يعني أفتطمعون لأنه لو ما اعتنيت فيها تصير طاء. أفتطمعون تصير طائين عندك بدل ما هي تاء وطاء. أفتطمعون. أيوة تمام. وقد كان فريق بالضمة. وقد فريقا كان.
لقد كان فريق منهم. ايوه الله يفتح عليك. المواضع الغنن كلها رايحه، حاول انك تعتني فيها اكثر ان شاء الله. والمدود نفس الكلام ان شاء الله. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني الا اماني وانهم وإنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا وإن وإنهم وإنهم لا إلا خفف النون، ما هي وإن وإن وإنهم لا يظنون يظنون يظنون. أحسن. قبلها أولا يعلمون أن الله يعلم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسر ما يو 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 يسرون يسرون يسرون. دائما الشباب الضمة بعدها كسرة يو سي يو سي يسرون، دائما هذه فيها ثقل، فيعني طبيعي الواحد أحيانا يخطئ في موضع زي كذا. الله يفتح عليك. الله يعطيك العافية. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لحظة الجرس هذا أنا شغل ها؟ أنا ماني منتفع. عيد الآية، ما كنت معاك نهائي، أنا حسب طرطيعة تولع. فويل للذين يكتبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله يفتح عليك. الغنن في أحيانا غنة ناقصة وأحيانا واحدة كاملة، ما هي بنفس وأحيانا الموضع ما هو غنة تزيد الغنة فيه، يعني ركز على الغنة نفس الكلام. في نعم بدي بس مثال عشان أكتشف مثال. قلت وويل لهم مما كسب صح؟ صح. ها؟ وويل لهم، ما عندك غنة هنا، بعدين مما في غنة شلتها، حط شيل هذه حطها هنا. شقلبة شقلبة. بعدين ما شاء الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كذا مديتها وبعين قوية يعني. يبغى لها دورة الشغلة، يبغى لها دورة بس لا بس هذه يبغى لها تشيل التاء يعني معدودة. ممارسة وقرار نعم. استمرار نعم نعم يعني بس يعني هذه واضحة معدودة، التاء المربوطة نوقف عليها بالهاء
أياما معدودة، ومنغمها كمان كذا ومد معدودات. الله يفتح عليك. الله يسعدك. الله ينور بصائرنا جميعا، يفتح علينا وعليكم ويكرمنا وإياكم ويجعلنا جميعا من أهل القرآن يا رب. تفضل شيخ. ما شاء الله تبارك الله، أصواتهم يعني بالقرآن جميلة جدا. الله يفتح عليهم. يعني أقترح على كل واحد منهم أنه يعني كذا يحط في باله مشروع كذا السنة الجاية، أنه يطلع شريط أو إصدار كذا فيه سورة من القرآن. نعم. بصوته. بس عاد السورة هذه بالعكس يعني أنا أعتبرها جزء من المسؤولية، مسؤولية المنشد أنه يكون له يعني حظ من تلاوة القرآن، ويكون له لو على الأقل من المفصل من سورة قاف إلى نهاية القرآن. لازم يكون لك يعني كم سورة كذا. الواحد سبحان الله يوسد في قبره وهذه الآيات تتلى والناس تنتفع بها ويرفعك الله سبحانه وتعالى منزله بهذه التلاوة. لكن في ملاحظة عند أنا لاحظت عند كثير من المنشدين، عادة دربة المنشد دربة مختلفة عن دربة القارئ، فدائما يكون فيه خلل معين في موضوع الأداء يغلب عليهم جانب التنغيم أكثر، فتلاقي ما شاء الله المدود واحد هنا وواحد هنا، وجات نغمة يمسك لك المد هذا يمط ومط يعني. فهذه ملاحظة لو المنشد تخلص منها فأبدا، يعني المنشد غالبا يكون فصيح اللسان، يكون سليم النطق، يكون عنده نغم جميل جدا، فيعني جزء من مهمته ومسؤوليته. المنشدين حالتهم حال، الله يكتب أجرهم بس. الله يجزاك خير، يكتب أجرك الشيخ عند المقر هذا الحين. طيب